السلام عليكم ورحمة الله. طيب في الحالة ذي الكهرباء تمشي نورمال معناها عادي، يعني ما عنديش عليهم فكرة، مزيت شريتها جديدة، معناها شريتها الأيامات هذول. الكهرباء تمشي نورمال في الحالة ذي يعني. تسكت الرابور يظهر ويتنحى. كهربا تمشي عادية، كهربا تمشي عادية، ساعات تسكت وحدها، ساعات تسكت وحدها، وبعد نحي الكارت او نعاود نخدم تخدم نورمال. الكهرباء تخدم عادية.